شوف، انا حسب تصوري انه هو ابتدى من الجنوب. يعني حضرتك استاذ احمد، انا اعطيك معلومه حصلت عليها كصحفي يعني قبل نعم فتره في البصره تحديدا. البصره انه يعني مناصفه، الموارد المنافذ مناصفه مع الاحزاب والميليشيات في البصره. يعني قبل ايام، قبل اسبوع يمكن، تعرض المحامي اسماعيل ابراهيم الذي حاول، وهو محامي معروف في البصره، حاول ان يحاول استرداد بعض الاراضي اللي مسيطره عليها الميليشيات. فجروا سيارته ووجه دعوه الى رئيس الوزراء الكامل لانقاذه. يعني تخيل ماذا يحصل. يعني فانا اعتقد انه يعني موضوع البدايه من الجنوب اهم، لان الجنوب اخطر والمنافذ اكثر. يعني سوريا كم منفذ عندنا ويا سوريا؟ منفذين مو اكثر، بس انت عندك البصرة واحدها فيها يعني أكثر من 12 ميناء وموقع بري. فلذلك وهذه هي القواعد الشعبية والجغرافية للميليشيات، أخطر. فلذلك هو ابتدأ من الجنوب، التحدي الآن بالجنوب. أنا قلت أنه الحرب القادمة ستكون في الجنوب. يعني انتهت قضية كركوك، انتهت قضية المناطق الغربية، فالاقتتال الشيعي قادم لا محالة، ماكو. ولكن ثورة تشرين أجلته، حولته من نزاع عسكري مسلح بين الميليشيات إلى نزاع سلمي ضد الميليشيات. فهمت شلون؟ أنا هذا رؤيتي لما يحصل في الجنوب. ولذلك أعتقد أنه بداية الكاظم من الجنوب جيدة ولكنها بطيئة، تحتاج إلى إجراءات أقوى. ولذلك هو يتجه باتجاه التفاهم مع إيران عبر يعني مواضيع التبادل الاقتصادي، اجراء اتفاقات، والحصول على الدعم الخارجي، لان خروج السفارات. يعني شوف بس هاي نقطه اختم بها استاذ احمد لو سمحت لي. لماذا يتجه الكاظمي الى اوروبا؟ انا اعتقد يعني من وجهه نظر اخرى انه الكاظمي يحاول ان يبني حضور للاوروبيين في العراق. يعني يحاول ان يحصل على الدعم الاوروبي بعد ان، لانه مهدد ان يفقد الدعم الامريكي.